دور الفلاحين ماكو يا عمي، مو من اليوم. احنا اهملنا الزراعه واهملنا الصناعه كجزء من مؤامره تفتيت المجتمع العراقي. هاي جزء من مؤامره بدت بالحصار الامريكي البريطاني الظالم وانتهت بكل السياسات اللي اعتمدوها كل وزراء الزراعه السيئين المسيئين للزراعه العراقيه. هسه يقطعون علي البث، اقطعوا البث. هسه خجلان زعلان، هسه لو نراعي مشاعر السابقين كان راعنهم، كان انا هسه صديق المالك لو راعي مشاعر ما وقفت بوجه وانت قلت له انت غلطان وفشلت باداره الدوله. لا كان قلت له ومسحت على شتوفه وقلت له والله يا ابو اسراء ماكو منك، انت الزعيم والزعيم، وانت ما قلت له يوم من الايام انت زعيم. للي يستحق يقول انت زعيم اقول، لكن لو ارده مسح شتوف يا عمي كان مسحت للمالك، فما راح مسح الدوله، كلهم فاشلين وزراء الزراعه ايش العلاقه؟ لا كلهم، لان احنا ما نعرف ندير ملف الزراعه. ملف الزراعه هو ملف حياه. الزراعة بالفعل نفط دائم للما عنده نفط وللي عنده نفط، وهذا اللي فهمته الشعوب الأخرى. ذيك بيلاروسيا ذيك بيها رئيس اسمه ألكسندر لوكاشينكو، شوفوا ذاك اليوم صار عنده إجازة، هذا ذاك اليوم بيان رسمي من رئاسة بيلاروسيا، قالت أن الرئيس استثمر إجازته وأخذ عائلته وقال يلا يا عمي نروح نحوي بتيته، ايش نحكيك اياها بالجلف العراقي. راح اخذهم وقام يحوي بتيته وياهم، واخذ ابنه هذا وياه نيكولا، واخذ بنته واخذ مرته واخذ وياه الوزراء وجابوا نسوان وقالوا تعالوا يا عمي مو نروح مثلا اليوم المول الحارثيه ولا نروح لندن ولا نروح لبيروت ولا نروح القوم ولا نروح ما ادري وين ولا نروح العمال، لا تعالوا يا عمي نحوي بوتيته ويا المزارعين، حتى الفلاحين من يشوفون الرئيس جاي يحوي وياهم تزداد همتهم. هذا الرئيس، هذا ابو شفقه، هذا الرئيس وهو نفس الرئيس اللي قام يحصد ورا هالفيديو، يحصد وياهم، شوف منجله بيده شلون يشوف يحد المنجل ويحطهم وحط الوزراء ذولا وزراء وياه وقالوا امشيوا احنا ويا الناس همين من يشوفونا جاي نحش ونحصد. الفلاح يفرح من يشوف المسؤول وياه، بالله عليكم انطوني انطوني من 2003 اليوم فلاح شاف وزير جاي يزرع وياه، مو احنا وزراءنا كلهم عمي كلهم وزراء الزراعه، احنا مو كلهم قطاعيه عمي طلعوا، ما بيهم احد ابن فلاح، فشلون تطلع عندك زراعه؟ شلون يطلع لك عندك زراعة؟ لأنه ما يعرف يسوق لا حاصودة ولا تركتر عنتر ولا يقدر يحصد. هو هذا تبني من عنده بلد وتصنع من عنده صناعة وطنية وتطلع منه زراعة تخدم الشعب؟ لا مستحيل. وهذا نفسه هو الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو، نفسه اللي راح وقام ياكل وياهم رقي وبطيخ. شوف 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 بالله عليكم كنا واحد عراقي. شوف شلون وياهم وياكل رقي ويا هذا حاطه وياه. تخيل مثلا انا هسه بدي اتخيل حيدر العبادي مثلا ماخذ اياد علاوي وجاي واكله رقي، هذا منا تخيل هذا الابو الابيض حيدر العبادي وابو الازرق اياد علاوي، ايش قد تطلع حلوه مو بالله؟ لكن وين وش تحط له الطيب؟ ليش يترها؟ لا ما ترهم. شوف ارجع للزميل المخرج اللي احكي اني مو مبالغات لا واقع. اذا ما تعيش صنعات الناس لا تتحدث باسمهم، اذا ما تقعد ويا الفلاح ما راح تسوي زراعه، واذا ما تقعد ويا العامل ما راح تسوي صناعه، واذا ما راح تقعد ويا الاستاذ ويا المعلم ويا الطالب ويا التلميذ ما راح تقدر تقدم عندك علم وتقيم مدارس وجامعات وكليات ومعاهد ويتطور المجتمع. لازم مطلوب منك أن تقعد ويا كل المجتمع. ذاك صدام حسين، ليش هو صدام حسين عنده بس أخطاء؟ لا عنده إيجابيات. لازم تتعلم منه الإيجابيات تتجاوز عنه الأخطاء. هذا هو هاي صناعة الدول هالشكل تصير. كل الرؤساء وكل الزعماء بالعالم عندهم إيجابيات وعندهم سلبيا. صدام حسين اول ما صار رئيس راح ويا الفلاحي، ذكر هاي بال80 هاي بشهر 5 ما اعرف شهر 4 بال1980 لما راح
ويا الفلاحين طلع الفيديو بعدين رفع الصوت طلع الفيديو نوزاد ها شوف قام يحصد وياهم قال لهم يلا مش نحصد حتى يسمع شلون يغنون وارشد ياسين من يما يضرب طلقات بالبرنو حتى يفهم الفلاحين شلون عايشين وحتى يعيش حالهم عليل الصوت نعم تعلموا انا ادعوكم كمواطن ايش تقول عليه قولوا ايش تقولوا عليه قولوا هسه انا مستحي منكم اذا قلتوا هو القانون بيديكم يا عمي انتوا اللي انو تكتبوه وانتوا تريد تشيلوه وانتوا تريد تتهمون بكيفكم لكن انا احكي ضمير الوطن ضمير الدوله شلون تقاد شلون تقام لازم تقعد ويا فلاحك تعرف شنو العدهم ما عدهم ذكر صدام حسين ايضا من راح سالهم قال لهم انتوا شلون جاي تحصدون هالشكل زين ليش ما عندكم مكاين ما عندكم ادوات سأل اسال شوف ما يجيكم على اي اساس يقولون يشتغلن للدوله واحنا نقعد على ديالنا هاي دولة هن الدراسات حتى للكم ولغيركم شو اخاف انتم ما طلبتوا دراسات لا والله نطلب كسانة وما يطولنا ما يجنن ونحصد يقعن الزرعات نحصدهن بدينا راجعت المحافظ المحافظ يقول هن جاي يشتغلن بالدولة يظلوا لا ما يجن ما قاعد يكفينا الزرع اللازم لازم هن احنا لازم قليل الدراسات وما قاعد يكفين يجوز زين ما عندكم جرجر ليش ما تدسون على جرجر ما عندنا خيل خصا الخيل الجرجر هم تقدرون تدسون بيه على دواب بقر حتى على دواب ذني الرئيس هذا ما يسحبن جرجر بغال ماكم لا ما عندنا بعد اثنع مصر من فيه؟ لا هذا اثنع امي ها؟ هذا اثنع امي وراها لازم است لازم ينقل يلا يما يلا Hey!